يا مساء الفل واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وين بوكس. النهارده يعني يوم مختلف جدا وان شاء الله كمان معانا يعني فقرات مختلفه ومتنوعه وبدايه بقى ايه اسبوع جديد كده ان شاء الله علينا كله يعني بالخير كده. بس لازم طبعا في البدايه ارحب ببيبو. يا بيبو يا مساء الفل عليك يا خطيب. مساء الفل عليك يا رؤى. شوف هو الايام بتاعه الاسبوع كلها كوم واليوم اللي بيجمعني فيك ده يوم لوحده بالذات بقى ان نوران مش موجوده. ربنا يبعتها بالسلامه باذن ربنا الله. ربنا يشفيها ويعافيها ان شاء الله. ربنا يشفيها ان شاء الله. بس فاروق كده ليه طعم يعني ومذاق الكرسي مضلم يعني مضلم ولا في بود بيلمع ولا في جليتر ولا في يا عيني مش عارفين قوي من الحلقه من غيرك يا نوران. والله ربنا يجيبك بالسلامه يا حبيبتي يا رب. بس اللي انا عايز اقوله ان اليوم اللي بيبقى فيه فاروق وانا لوحدينا ده بيبقى يوم يا سلام هنا يوم طعطع ما فيهوش مشاكل ما فيهوش حاجه وفي حب واخاء وتعاون ويديني اللاين اديله اللاين يعني روقان 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 منور الدنيا حبيب قلبي حبيبي يا رؤى حبيبي. وبما ان النهارده يوم السبت انا حابب بس اقول لحضراتكم حاجه وده اليوم الرياضي فالنهارده هيكون معانا الفقره الرياضيه في اخر الحلقه ان شاء الله اللي بيقدمها راعي الرياضه في قناه صدى البلد احمد فاروق. خير باذن الله. طيب وبرده يكون معانا فقره مهمه جدا وهي فقره خاصه لكل بقى ايه محب العربيات. اي حد بيحب العربيات طبعا واكيد الرجاله يعني معظمها بيبقوا بيهتموا جدا ببعض التفاصيل الخاصه بالعربيه بتاعتهم. النهارده هينورنا ان شاء الله محمد سليمان وبالاخص يعني هو مهندس ميكانيكا سيارات وكلمنا النهارده بقى عن الموضوع ده بالتفصيل وازاي كمان نحافظ على عربياتنا يعني ايه بابسط الحاجات اللي ممكن نعملها وايه الحاجات كمان المهمه اللي احنا المفروض نخلي بالنا منها وبالاخص البنات. ها بالاخص يا عم بيبو البنات يخلي بالهم بقى بالموضوع ده عشان ما يبقاش المؤشر ضرب منهم فاهم في الحراره ويقول لك العربيه مالها فيها ايه ما فيهاش حاجه. على فكره الولاد انا كده. انت برضو انا ما بعرفش استر يا رب. انا مثلا انا من نوع من الناس العربيه لازم تروح واقفه مني خالص عشان اقول دي اطلب فابقى سامع اصوات والانوار وكل اللمبات بتاعه المؤشرات منوره كلها نورت فاهم. بس انا ماشي طول ما هي ماشيه انا ماشي. اول ما تقف بقى بروح مكلم سالي مراتي اقول لها في العربيه وقفت فهي بتبقى فاهمه اكتر في بجد والله. انا ما بعرفش حاجه كويسه على فكره جدا. لا هي شاطره في العربيات اكتر بكتير تقول لي بقى ده حصل كذا ده في كذا وهي عم معايا تليفون. انت نسالك على الجيتار نسالك على البيانو نسالك المايك حصل فيه ايه الصوت ده مش عارف ماله كده تمام. على الله حكايتي والله على الله ونعم بالله والله. برضه هنتكلم معاكم دلوقتي بقى في موضوع حلو جدا ومهم جدا وهو اتكلمنا فيه طبعا امبارح وهو دوره معرض الكتاب ال 54 المره دي. والدوره دي مميزه جدا جدا وفيها اقبال زي ما احنا برضه بنشوف في كل دوره لمعرض الكتاب من الناس بيكون فيه اقبال جامد جدا طول الوقت. معرض الكتاب بس مش هو مكان بيتجمعوا فيه الناس عشان يشوفوا الكتب الجديده ويشتروا كتب للمؤلفين المفضلين ليهم لكن كمان بيكون فيه ندوات وبيكون في اعداد فنيه واعداد مثمره جدا جدا ممكن الناس بتحب تحضرها للمؤلفين والكتبه اللي بيكتبوا الكتب بتاعتهم. وبيكون في كمان انشطه كتير جدا في معرض الكتاب بتكون كويسه جدا لكل الناس والاعمار مختلفه جدا. لكن النهارده احنا بنتكلم عن كتاب لام كلثوم وهو اسمه الشعر والغناء اللي الفه الدكتور احمد يوسف علي استاذ النقد الادبي والبلاغه. يمكن يعني الكتاب باين من عنوانه ان هو بيتكلم عن الشعر وبيتكلم عن القصايد اللي غنتها ام كلثوم طول حياتها وقد ايه تميزت ام كلثوم بالقصايد اللي قدمتها سواء كان شعر عربي او كان شعر بالفصحى. وكانت القصائد مهمة جدا والناس كلها كانت بتسمعها من مختلف الأعمار مختلف كمان الأوساط. صح كده يا خطيب طبعا. وطبعا يعني كتاب أم كلثوم للشعر والغناء يعتبر من أهم الكتب طبعا الروائية اللي موجودة حاليا ولمحبي بقى يعني السير الذاتية الخاصة بالشخصيات التاريخية الهامة في حياتنا. وطبعا على ما أعتقد يعني كوكب الشرق أم كلثوم لوحدها يعني تاريخ لوحدها فعلا. ولما بنتكلم على القصائد الخاصة بيها وحتى كمان الأغاني اللي كانت بتغنيها هي كانت يعني فيها بعض الكلمات وبعض الحاجات الخاصة شوية اللي ممكن الواحد يقول عليها إيه فيها صعوبة شوية في بعض الألفاظ مثلا أو في بعض الكلمات. لكن العجيب والغريب إن الناس كلها كانت بتفهمها يعني تيجي كده تفكر يعني طب هو الكلمة دي اتقالت ازاي؟ طب هنا اتحطت امتى؟ طب هل الـ 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 الأغنية نفسها أو كان الشعر الغنائي اللي اتحط في التوقيت ده كان بيقصد ايه في المستقبل كمان؟ يعني احنا النهارده بنتكلم ببعض المصطلحات دي
واحنا يعني بنتكلم عليها مثلا من سنين فاتت وام كلثوم غنتها بالزبط. وبرضو كنا فاهمينها الى حد ما، والبعض اللي كان في سن يمكن حديث شويه وصغير كان مش فاهم بعض الاغاني الى حد ما، لما وصل لمرحله عمريه معينه بقى خلاص بقى ده ثابت عنده يروح مشغل كده الاغاني او قاعد كده ايه يتسلطن. وطبعا يعني لو بنتكلم على التاريخ بتاعنا الخاص بالفن، فاحنا الحمد لله عندنا يعني ايه زي بيقولوا كده ايه عمالقه الفن الحمد لله، اللي كان ليهم دور كبير جدا جدا في تاريخ طبعا البلد دي، وبالاخص يعني القوى الناعمه وهو الفن. طيب الندوه دي كمان كانت من ضمن سلسله كتب الموسيقى اللي طبعا بيتصدرها يعني او بيصدرها عفوا المركز الخاص بابو ظبي للغه العربيه، وهو التابع لدائره الثقافه والسياحه بابو ظبي، وطبعا ده بتتعاون كمان مع الهيئه المصريه العامه للكتاب اللي بتقدم يعني محتوى خاص باللغه العربيه بتاعتنا الخاصه بينا يعني باشكالها طبعا الجميله اللي احنا دايما بنحاول يعني نعبر عنها في كل اوقاتنا. بالظبط كده يا فاروق. يمكن كمان زي ما فاروق كان بيقول ان الناس كلها كانت بتسمع اغاني ام كلثوم من مختلف المستويات، سواء كنت عارف معنى الكلام اللي بيتقال او مش مدرك او ما عندكش النضج الكافي ان انت تتفهم معاني الشعر العربي اللي كانت بتنقيه السيده ام كلثوم يعني بطريقه مميزه جدا، انها تنقي القصيده دي هي اللي هتغنيها او هي اللي عايزه تغنيها عن باقي قصايد تانيه كتير ممكن كانت تبقى موجوده في الوقت ده. يمكن برضو ام كلثوم اتميزت انها كانت على لسان الشاعر الكبير احمد رامي. انا سمعت في مره في لقاء ليه كان بيقول عليها ان هي كانت تعرف من الشعر ما يعرفه ما يعرفون الشعراء وما لا يعرفون، لان كان مثلا بيجي وقت ممكن وهي بتغني كانت مثلا ممكن تنسى او ممكن يجي في خاطرها الكلام مش موجود او حاجه، فكانت بتكمل من عندها كلام على نفس الوزن ونفس المقاس أو نفس بحر الشعر اللي كانت بتغنيه زي ارتجالة كده على المسرح، فكان برضو ده من مميزاتها الكبيرة لأنها فنانة عظيمة جدا. كمان برضو المركز نظم حفلة غنائية في قبة الغوري بعنوان أم كلثوم الشعر والغناء اللي أحيتها الفنانة الكبيرة جدا مروة ناجي وفرقتها. يمكن الفنانة مروة ناجي برضو مميزة جدا في غناء الأغاني الصعبة جدا لأم كلثوم لأنها فنانة كبيرة جدا جدا. عظيم جدا. طبعا يعني معرض الكتاب من أهم المعارض الثقافية الخاصة بينا، وطبعا الناس يعني بتستناها من السنة للسنة بفارغ الصبر، وأكيد ده حدث كبير وحدث كمان يعني لجلل مصري وعربي، لأن برضو يعني زي ما احنا بنمدح في معرض الكتاب الحمد لله واللي هو يعني بيشهد إقبال كبير جدا لحد النهاردة، يعني هو مستمر معنا إن شاء الله لحد يوم 6 فبراير المقبل يعني. وطبعا كمان كان الدكتور علي بن تميم وهو رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية أكد برضو على أهمية المعرض الدولي للكتاب، وقال ووصفه بأنه يعني ظاهرة ثقافية مميزة جدا على مستوى المنطقة، ودايما يعني بيستضيف أو بتستضيف تحت مظلتها دايما نخبة كبيرة من المثقفين والأدباء والخبراء وكمان صناع الكتاب لطرح الرؤى والأفكار المتجددة لتطوير القطاع طبعا الكبير ده والحيوي. ودي كمان نقطة هامة جدا، ان احنا عندنا بنشوف المفكرين وكمان المثقفين وايضا الكتاب لما حد بيعرض فكرته او الرؤية الخاصة بالكتاب بتاعه يعني وبينزل معرض الكتاب، مهم جدا الندوات الثقافية اللي بيكون موجودة والتفاعل المباشر ده بيكون من ابسط الحاجات اللي اي حد يعني لما يقرا الكتاب بتاعه عايز المؤلف بتاعه يتكلم معاه في الموضوع بالزبط. يقول له طب هنا كان القصه دي جايه ازاي، لو حاجه كمان تاريخيه يستفسر عنها بشكل اكبر. التفاعل المباشر ده انا شايف ان هو من افضل الحاجات لاي حد طبعا بيقدم محتوى وبالاخص لما يكون محتوى ثقافي. بالظبط كده يا فاروق. يمكن زي ما فاروق بيقول ان دايما القارئ محتاج ان هو يتعرف اكتر على المؤلف ووجهه نظره وتحاليله كمان للكتابات اللي هو بيعملها، عشان كده برضو احنا معانا تقرير من معرض الكتاب، خلينا نطلع نشوف نرجع بسرعه. يلا بينا. أم كلثوم ليست شخصية أدت دورها بصفتها مطربة فقط، ولكنها شخصية فكرية
ذات أبعاد ثقافية في تاريخ المجتمع المصري منذ بداية القرن العشرين حتى وفاتها في الربع الأخير من هذا القرن. ولكونها تشغل هذا المنصب الرفيع فكان لابد أن نفكر فيها بشكل مختلف. أردنا أن نبحث عن كيف اختارت أم كلثوم نصوصها التي قدمتها وغنتها، وكيف تعاملت مع هذه النصوص، ومن الشعراء الذين اختارت لهم أم كلثوم شعرا لتغنيه بعد وفاتهم تحديدا. فقد قدمت قصائد ذات طابع ديني، وقدمت قصائد ذات طابع غزلي، وقدمت قصائد ذات طابع قومي ووطني. ومن ثم فهي لم تقدم لونا واحدا، ولكنها قدمت عدة ألوان من القصائد. فهذه قصائد طويلة اختارت منها أم كلثوم نصا محدودا لا يصل في بعض الأحيان إلى 30 بيت. كيف كونت أم كلثوم هذا النص، وكيف أدته، وكيف قدمته في ظرف معين دون ظرف آخر؟ أريد أن أقول أن أم كلثوم شخصية ذات عقل نقدي، هذا ما أردت أن أقوله في هذا الكتاب. ليست مجرد مطربة ولا مغنية تسعدنا بالتأكيد وتطربنا بغنائها. أمضيت في إعداد هذا الكتاب أكثر من عامين، ثم تولى مركز اللغة العربية بأبو ظبي إعداد هذا الكتاب وتجهيزه للنشر مدة عام ونصف. فكأنني ومركز أبو ظبي أمضينا 3 أعوام ونصف حتى خرج هذا الكتاب بهذا الشكل المشرف. طبعا يعني كوكب الشرق أم كلثوم أكيد يعني الكلام برضو اللي احنا قلناه دلوقتي، وحتى كمان المؤلف الخاص بالكتاب عايز اقول لكم ان هو الكلام ده لوحده لا يكفيها، برضو مهما قلنا عنها لا يكفيها الوقت ده، لان هي اكيد قدمت العديد والعديد من الاعمال الخاصة بيها. وهو كمان يعني شهد على ذلك ان هو قال ان هي قدمت كل الانماط وكل الانواع الخاصة بعالم الفن والغناء. حتى لما بنتكلم على الأغاني القومية والوطنية فأم كلثوم، وطبعا يعني الجيل أو هذا الجيل يعني كان عنده كده يعني إحساس خاص وفريد من نوعه بشكل خاص، يمكن عاشوه شوية في فترة أو في أحداث كتيرة يعني كان من ضمنها حروب مرت علينا، فكانوا بيعبروا تعبير دقيق جدا على الحياة أو اللي احنا ممكن بنعيشه يعني في بلدنا بشكل مفصل. وكان من ضمنها أم كلثوم إن كانت بتعبر بشكل يعني بمنتهى الدقة. لما بنتكلم برضو على الأغاني الجميلة والعشق والرومانسية والحاجات الحلوة، كل واحد طبعا عنده ذكرى خاصة مع أغنية من الأغاني. لكن لما بنتكلم على مثلا أنت عمري، انت لحد النهارده بتقول ايه يا سيدي؟ الله عليك يا ست، هي كل حاجه لازم تقول لها الله عليك يا ست، عظمه على عظمه يا ست. الحاجات دي كلها طبعا ام كلثوم مش يعني هي حاله فريده ونادره من نوعها. وزي طبعا برضو مفروض كان بيقول ان قوميتها كانت ووطنيتها برضو كانوا كبار جدا. هي الفنانه الوحيده في العالم اللي اثرت في وطنها، مش بس في مصر بس، في الوطن العربي كله. جمعت على صوتها كل الوطن العربي بمختلف اللهجات واللكنات بتاعتهم. ده غير ان احنا كنا من كام اسبوع بنتكلم ان هي كانت من ضمن 200 مطرب في القرن كله، في الكون كله، من اهم 200 مطرب تم اختيارها من المجلة الامريكية ساعتها. ولازم نعرف برضو ان ام كلثوم يعني لا جه حد قبلها ولا حد برضو حد زيها يعني هيجي. فطبعا مصر دايما ولادة بكتير من الفنانين العظماء. بصوا طبعا اللي ما راحش معرض الكتاب يروح معرض الكتاب، يعني لان فعلا انتوا لو بتتكلموا على الحاله العامه بتاعتنا دلوقتي، ان احنا بقى في ظل ان احنا موجود في حياتنا التكنولوجي الفظيعه اللي بتخليك دلوقتي انت مرعوب منها. انت بقى الفيسبوك بالنسبه لك ولا الانستجرام ولا حتى كمان الانواع المختلفه يعني، وحتى كمان الحاجات البي دي اف برضو اللي هي بتخلينا بقى البعض بيستسهل شويه الى حد ما ان هو ممكن يلجأ لها بعيدا عن الكتب. القرايه حلوه والثقافة حلوة، وانك تقرأ في مجال معين انت بتحبه ده احلى واحلى.
لان البعض ممكن يستصعب شويه يقول لك ايه الكتاب ده ممكن يبقى كبير عليا شويه، لا انا قافل من موضوع القرايه. ما تبداش الموضوع كده، ابدا بالموضوع معاك ايه، بحاجات بسيطه، بقصص روائيه انت حبيبها، بحاجه صغيره شويه اقرا عنها، هتلاقيك ايه مع الوقت انت بتتشد للحاجه دي مع الحاجه الثانيه مع الحاجه الثالثه، هتلاقي ان انت الافق بتاعك عايز توسعه اكتر وعايز تزود عندك المعلومات وتشبع نفسك بالحته دي، فهتلاقي عندك فيه استمتاع خاص بالكتاب حقيقي. طبعا يعني الواحد يعني ما ينكرش ان في بعض الكتب يمكن اسعارها اختلفت شويه الفتره اللي فاتت وكانت عاليه شويتين، لكن المعرض في الوقت الحالي ده ميزته ان هو بيقدم النوعيات اللي هي المختلفه والانواع المختلفه من الكتب دي، وعلى ما اعتقد يعني ده دلوقتي ايه اللي هو من الاخر السوق بتاع الموضوع، انك تشتري باسعار كويسه واسعار كمان مناسبة. ده كان قصتنا عن طبعا معرض الكتاب، وكمان بالاخص يعني عن كوكب الشرق ام كلثوم. هنطلع معاكم لفاصل بقى وهنرجع تاني نكمل بقيه كلامنا، يلا بينا. لسه مكملين مع حضراتكم وبنتكلم على سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق أم كلثوم. يمكن زي ما كنا بنتكلم ان واحنا صغيرين دايما، يعني انا كنت من الناس اللي مش متفاهم فكرة أم كلثوم وانا صغير، وكان دايما كده عندي ميول اكتر لعبد الحليم واخد بالك، لكن عمال اقول يا ربي انا ايه اللي خلينا اسمع غنى كل شويه عمال يتعاد والاغنيه طويله، وما كنتش فاهم الموضوع ده لما كبرت طبعا. وكانت امي تقول لي انت ازاي انت مش عايز تفهم، يعني كانت بتناقشني بقى اللي هو انت يا ابني انت ازاي مش بتحب ام كلثوم، يعني ما ينفعش ما ينفعش ده يحصل. لكن لما كبرت بقى عارف فاروق، بتحس ان انت ايه، ان انت كان ادراكك وانت صغير بس مش مستوعب، وهي برضو من عظمتها ايوه العظمه دي، فانت مش مدرك قد ايه هي عظيمه وقد ايه كل اعاده هي بتقولها. لما بقى دخلت الموسيقى العربيه طبعا وفهمت في المزيكا اكتر واكتر، ام كلثوم ما بتعيدش كلمه غير لما بتكون غيرت فيها سواء ايقاعيا او لحنيا، وكانت بتتميز بالارتجال في اللي هي بتقوله دايما طول الوقت، حتى لو الاغنيه في ودن الناس معروفه وعارفينها، فكانت مع كل إعادة مسلطنة، والسلطنة بتاعتها فيها السلطنة دي اللي احنا بنسميها انها بتعفق المقام. عارف انت لما الموسيقي بيقولك يعفق المقام، اللي هو بياخد من السلم من بداية السلم لآخر السلم، هو قال المقام كله ما بيقولوش كده وخلاص، يعني ما بيقولش حاجة، بيديله حقه بتدي لكل نوتة حقها، بتعفق كل نوتة. وكمان بقى الصوت الجهوري العظيم وتمكنها وقوة صوتها وامتى تحن بصوتها وتخليه كده بيانيسمو فيه هدوء، وامتى تروح عاملة كرشندو، وامتى تروح عاملة التكاتو. لا يعني الست كانت مهما اتكلمنا عن ام كلثوم مش هنقدر نلم كل حاجة. عارف الفكرة في ابيبو ان هي يعني كانت هي برضو حالة يعني غريبة وجميلة وعظيمة، وبرضو الفريق الموسيقي بتاعها كان هو كمان الفرقة بتاعتها دي حالة تانية خالص. وخلي بالكو انا لما كده قعدت يعني افكر كده واداء شوية في الموضوع، لقيت ان كل الفرق الموسيقية اللي كانت بتصاحب اي فنان من الفنانين الكبار اللي كانوا موجودين في التوقيت ده كلهم كانوا حالات خاصة كده، اساتذة. طبعا يعني كل واحد على قلته من الاخر كده. دكتور دكتور قاعد عارف بيعمل ايه كويس جدا، سواء على الناي سواء على القانون سواء على اي اله من الالات، فانت عارف كل واحد بيعمل ايه يعني في دوره طبعا، وده مهم جدا. وطبعا ده اللي بيكبر اكتر وبيكمل كمان موهبه اي فنان. ولما بنتكلم على كوكب الشرق ام كلثوم، فطبعا الحاله بتاعتها دي حاله منفرده لوحدها، واكيد يعني كنا بنشوف لحد النهارده في بعض الحفلات اللي كانت يعني مذاعه في التوقيت ده اللي بنشوفها، يعني كل اشقائنا العرب اللي كانوا بيجوا لنا من كل حته، واللي بيجوا لنا من لبنان، واللي بيجوا لنا من السعوديه، واللي كان بيجي من الامارات، كل اللي كان بيجي من الدول العربيه او اللي هي الجزء الخاص يعني حوالينا، انا شايف ان هم كانوا بجد يعني بيستمتعوا قد ايه بالاغاني بتاعتها، وكلهم عايشين في حاله لوحدهم. طبعا احنا كنا ممكن الاقرب شويه، او احنا كنا يعني
لما اتولدنا، يعني حسينا ان ممكن ايه انت بتميل لحد اقرب ليك ممكن شويه، يعني لو عمره اصغر شويه مش عارف ايه، فانت كمان لما شفته في السينما زي عبد الحليم حافظ كده فارتبطت بيه شويتين ثلاثه لما شفته في بعض الافلام، فانت كنت متعلق بيه لان هو كان الاقرب شويه لينا. لكن لما كبرت بقى وفهمت الموضوع لقيت ان ام كلثوم في حته تانية خالص، بتغني بشكل مختلف وكلمات يعني عظيمه جدا. لقيت عبد الوهاب موسيقار اجيال طبعا ده في حاله لوحده منفرده جدا. لقيت عبد الحليم حافظ ده يا سيدي عليه، وطبعا يعني العندليب ده يعني جميل بتاعنا. طبعا احنا لو جينا نتكلم على كل واحد فيهم على ما اعتقد يعني مش هنخلص الحلقه، لا خالص. بس الاجمل ان احنا عندنا لحد النهارده في ناس يعني لسه وما زالت ان هي بتكتب عن الشخصيات التاريخيه بتاعتنا، وده اهم. ليه شخصيات تاريخيه؟ لان فعلا هي شخصيات تاريخيه. معلش مع احترامي الكامل يعني لكل زمن ولكل لون، بس دول هيفضلوا في حته لوحدهم. احنا حصل تطورات كبيره في مش عارف ايه في عالم الغنى والمزيكا انت ادرى بيه وكل حاجه، بس ايه هيفضلوا دول لوحدهم في منطقه ثانيه الاساس تانية. في منطقه ثانيه هل لو كانوا هم عايشين لحد النهارده كانوا هيرضوا بالوضع الحالي في بعض الحالات؟ على ما اعتقد لا. وعلى ما اعتقد برضو الله اعلم الله اعلم ما كانوش برضو ممكن يلاقوا نفس النجاح اللي كان موجود في الزمن ده. متهيألي لان الزمن ده كان هو تركيبته على بعضه بالطريقه دي. ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه تكنولوجيا اللي هي المرعبه اللي احنا فيها دلوقتي، فهي كانت الحالات كلها جايه في توقيتها. يعني فعلا كل توقيت يعني انا شايف ان هو ليه حالته كده. انت عارف يا فاروق زي ما انت بتتكلم كده وتقول كل توقيت ليه حالته، كان برضو كان قبل ام كلثوم كان في برضو قبلها كان في مطربه عظيمه جدا جدا اسمها فتحية احمد، وكانت الست دي يعني صوتها قوي جدا وجميله واغانيها حلوه جدا، ويا ريت تخشوا وتسمعوا لها فتحية احمد دي. يعني هي اللي غنت يا حلاوه الدنيا حلاوه وغنت حاجات واغاني حلوه جدا جدا جدا. جت بعد كده التطور كان بتاع فتحية احمد السيده الغناء ام كلثوم، بعد كده جالنا عبد الحليم. التطور عمال بيمشي في طريق كويس جدا، سواء بقى في سرعه الاغنيه سواء في توقيت الاغنيه. يعني مثلا لما الفنان عبد الحليم بدا يغني عمل اغاني اقصر من الاغاني المعتاده، كانت الناس زمان يعني بتعمل الاغنيه مذهب وكذا كوبليه وبيبقى فيه فواصل موسيقيه كبيره جدا جدا. برضو نقطه كان بيتكلم عليها فاروق ان كل موسيقي شغال مع فنان كان بيبقى هو حاجه ضخمه وكبيره وكان مدرسه. يعني عندك مثلا لو هنمسك فرقه السيده العظيمه ام كلثوم، الفنان الكبير القصبجي، شوف لحن لأم كلثوم، يعني لحن رق الحبيب ولحن لليلى مراد طبعا الأغنية العظيمة بتاعتها، ولحن حاجات كتير جدا جدا. ده القصبجي لوحده. عبده صالح الأنونجي اللي كان ورا سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ده كان بيسموه الأسطول لأن هو قد إيه هو ماهر وشاطر في عزفه، وكان مدرسة كبيرة جدا. كل آلة بتعزف ورا سيدة الغناء العربي كان ليها قصة وحكاية، وكان كل واحد منهم متمرس بدرجة كبيرة جدا، وهم دول اللي عملوا لنا المزيكا اللي إحنا عايشين عليها النهاردة بالمقاسات اللي إحنا عارفينها. يعني لو هنتكلم مثلا عن البياتي، فهم دول اللي عملوا البياتي المصري وعملوا الطعم المصري بتاع المزيكا بتاعتنا، لان هو ده اللي احنا بندرسه في الكليات الفنيه سواء كان في تربيه موسيقيه او كونسير او كمان في موسيقى عربيه. وطبعا لما جه بعد كده برضو احمد فؤاد حسن المايسترو العظيم في الفرقه المسائيه اللي كانت بتعزف ورا الفنان الكبير عبد الحليم، كان برضو بطبع في تطور شويه، وكان في آلات موسيقية غربية كانوا بيضيفوها. بعد كده طبعا برضو جه الفنان الكبير هاني مهنا والفرقة بتاعته، كان بتضاهي الفرقة المسيحية، وكان الفرقة المسيحية دي برضو كانت هي دي المقاسات بتاعت الكمانجات اللي احنا عارفينها لحد النهاردة. يعني كان أي استوديو بيسجل لأي مطرب كان بيفضل ان طقم الكمانجات يكون من طقم المسيحية، لأن طبعا كان المايسترو الكبير أحمد فؤاد حسن كان بينقي كل عضو في الفرقة دي بالفرازة وقد ايش شطاره فيهم. يعني انت شطاره كلها، ربنا يبارك لك. ايوه كده، عالم المزيكا والغناء يا سيدي. ادوني بس انتوا في المزيكا وانا اديني مساحتي بس هقول بس هقول ادوني في المزيكا وانا هقول انا بس. طيب يعني طبعا تاريخنا وده الماضي بتاعنا، واكيد اللي ملوش لا تاريخ ولا ماضي ملوش لا حاضر ولا مستقبل، فاكيد يعني يهمنا جدا ان احنا كنا نتكلم على يعني جزء ولو بسيط عن كوكب الشرق ام كلثوم، والخاص يعني بمعرض الكتاب والكتاب الخاص بيها يعني. وبرضه هرجع اكرر تاني، اللي ما زارش معرض الكتاب يروح يزوره اكيد يعني هيلاقي اللي هو عايزه.
طيب احنا بعد الفاصل بقى لكل محبي العربيات والسيارات والحركات يعني، واللي عايز يهتم كمان بأدق التفاصيل، بعد الفاصل هينورنا المهندس محمد سليمان علشان يكلمنا ان احنا ازاي ممكن نحافظ على عربيتنا بحاجات بسيطة كده ممكن نعملها عشان خاطر ايه، احنا عارفين بعض قطع الغيار اللي موجودة واللي مش موجودة والحاجات المهمة والحاجات اللي مش مهمة والكلام ده كله بعد الفاصل، يلا بينا. يمكن من الفقرات اللي بتبقى حلوة جدا ومختلفة جدا جدا هي الفقرات المميزة في مواضيع احنا بنبقى محتاجين نعرف عنها اكتر، وبالذات لو احنا كده مش عارفين، زي مثلا في موضوع العربيات ده انا ما اعرفش حاجة خالص في العربيات، فالفقرة دي يا اما تبقى مميزة قوي بالنسبة لي يا اما تبقى عاملة زي فقرة الكرة اللي بيقدمها فاروق كده ما بعرفش فيها حاجة خالص. فعشان برضو نعرف اكتر عن العربيات وصيانة العربيات، واسئلة كتير ممكن دلوقتي بتكون في بالنا، بالذات ان في قطع ممكن ما نبقاش لاقيينها، في كمان مراكز صيانة ممكن ما نبقى مش عارفين نوصل لها والكلام ده كله. احنا معانا النهاردة استاذ محمد سليمان اللي هيجاوبنا على كل الاسئلة دي. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا بيبو؟ الحمد لله. ازيك يا احمد؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه يا باشمهندس؟ الحمد لله والله كله مية 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 زي الفل الحمد لله. طيب بص بقى محمد، من البداية كده على طول عشان ايه نخش يعني ايه باختصار، العربيات دلوقتي عاملة قلق مع الناس كلها. طبعا احنا عارفين السوق يعني اللي حصل فيه دلوقتي ومتغيراته باشكالها المختلفة ومتنوعة، مش بس على الاسعار لكن حتى على المستوى الفني. هخش معاك بقى واخد من الكلام ده على الجزء الخاص بثقافة العربيات. هل احنا عندنا الثقافة الكاملة الخاصة بالعربيات ولا نعتمد بس على متخصصين وخلاص؟ انا بس اولا حابب اشكركم على الفقرة دي لانها فقرة رائعة، والنهاردة البرنامج ما شاء الله متشاف لقطاع كبير جدا من الناس في مصر وفي الوطن العربي. وموضوع العربيات، ثقافة الاهتمام بالعربية ده أنا شخصيا بعتبره مش مهنة. ده لازم يبقى رسالة، لازم توصل للعميل أو للشخص أو للإنسان العادي اللي راكب عربية إنه لازم يهتم بعربيته عشان يحافظ عليها أطول فترة ممكنة تبقى معاه. فأخد من كلامك بقى وأقول لك موضوع ثقافة العربيات. النهاردة عربيتك لازم تبقى عارف أتليست الحاجات الصغيرة البيزكس، الحاجات اللي هي البسيطة، أبقى عارف عربيتي إيه. انا داخل النهارده سامع بيبو بيقول لك انا ما بمدش ايدي في العربيه خالص بس لحد ما كل الانوار تنور. استنى لما توقف خالص. بالنسبه لي عامله زي يعني العربيه تبقى عامله صيانتها او اللي فيها، مثلا لو حد قاعد يقول لي على اللي فيها بتبقى عامله اكنه بيتكلم الماني ياباني بيتكلم حاجه انا مش عارفها. لا بس خليني اقول لك يعني اتليست لازم تبقى عارف على الاقل خالص الحاجات الاساسيه البيزكس. النهارده البيزكس يعني ايه؟ مثلا بغير زيت عربيتي امتى؟ 10000 ولا 5000؟ نوع الزيت ايه؟ زيت الفرامل بيتغير كل قد ايه؟ زيت الفتيس كل مش عارف ايه؟ التيل بيتغيره كل ايه؟ انا طبعا هقول شويه مصطلحات اكيد معظم الناس بقت عارفاها خالص، اللي راكب عربيه النهارده عارف ان انا بقوله يعني. فلازم تبقى انت عارف بيزكس، مش بقول لك خش في تفاصيل. معايا مثلا النهارده انا شايف ان كل الناس لازم يبقى معاها العوامل الاساسيه في شنطه عربيتك. الكمبريسور النهارده بقى مطلوب، مثلا منفخ الهواء الصغنن الجميل ده اللي تحطه في التشارجر، العجله نامت اروح احطك في الولاعه واشتغل على طول زي الفل. معايا باتري تشارجر النهارده البطاريه بقومها، او الكابلين لو حد معدي اقول له بس اديني وصله، مش هستنى يكون معاه هو وصله عشان يوصل لي. بس اتليست انا معايا الكابلين. بتبقى حوسه فعلا، بتبقى حوسه بقى ولو واقف في الشارع او مسافر وكده والعربيه مش بتدور، البطاريه نامت، مشكله موضوع. فالنهارده لا اتليست ان احنا النهارده كل واحد في شنطه عربيته البيزكس، العده مش عده يعني. النهارده بقول لك ما دي من ضمن العده، منفاخ مش سوابت. عارف بالظبط، ثوابت بالظبط كده، دي مهمه قوي. والحاجات البسيطه بقى اللي بنتكلم عليها النهارده، انا حاجتي اللي هو ايه؟ اعرف زيت عربيتي بيتغير كل قد ايه؟ اخر مره غيرته امتى؟ المره الجايه امتى؟ كذا. ونرجع بقى للنقطه اللي احمد كان بيتكلم فيها. النهارده انا شايف ان العربيات بقت التكنولوجي ادفانسد، ادفانسد يعني النهارده مش كل الناس تقدر تشتغل فيها، مش ورشه عاديه اروح اقول له سلام عليكم بصوا لي على العربيه، لا هيعطل. النهارده انا شايف ان الاصلح للعربيه ان انت تروح النهارده للتوكيل. وفي بعض الناس تقول لك التوكيل بقى غالي ومش عارف ايه والدنيا غليت، لا طب انا في وكلاء معتمدين، في ناس معتمده من التوكيل. ناس معتمده من التوكيل دي يعني انا برضو ستيل ضامن ان قطعه الغيار اصليه، الحاجه اللي موجوده هتركب تمام كذا.
طب انا اعرف منين انه معتمد من التوكيل؟ ممكن اخش اكلم التوكيل في التليفون الهوت لاين، ممكن على الويب سايت، الاسامي الوكلاء موجوده. طب هو فرق ايه في السعر عن التوكيل؟ يعني هو لو عندي وكيل بيبقى ليهم نسبه خصم، بيبقى النهارده الوكيل ده دايما ليه نسبه خصم، بتلاقي السعر عنده اقل شويه لان هو واخد نسبه خصم فبيديها لك عشان يتميز. فتلاقي دايما اقل من التوكيل بنسبه، تتراوح بقى ممكن 20%، ممكن 25%، ممكن 15 حسب. بس هتبقى عارف توفر بدل ما تدفع. هتبقى عارف توفر وفي نفس الوقت انت مطمن ان انت بتحط الحاجه المظبوطه الحاجه حلو جدا. طيب هنخش يعني تفصيليا في الجزئيه دي لان هي ليها بحر يعني في الكلام. انا مستنيها يعني بفارغ الصبر، بس هخش معاك في المنطقه اللي هي الاهم بالنسبه لنا بالنسبه للرجاله وبرده البنات والسيدات، الجزء الخاص بصيانه العربيه. هل كل العربيات بتشبه بعضها من ناحيه الصيانات؟ يعني الالماني زي الانجليزي زي الصيني في نفس التوقيت؟ يعني الزيت هو هو، زيت الفرامل، زيت الفتيس وخلافه من الحاجات التانية، وهل ليها عمر افتراضي معين في الحاجات اللي هي الخاصه بالاستهلاكيه زي مثلا تيل الفرامل وخلافه؟ بص خليني اقول لك ان العربيات سواء الماني، كوري، صيني، ياباني، كلها بيتحط لها زيوت، لازم زيت يمشيها. بس الزيت ده ليه مواصفه معينه، مين اللي يقولها؟ المصنع. التوكيل بيقول لك لا والله العربيه وهي خارجه من التوكيل بتحط زيت مثلا، كله بيحط 10,000 مثلا، بس دي عشان عربيه سي مثلا تربو، لا تحط 0W20 مثلا، ده 10,000، و5W30 10,000، 5W40 10,000، 13,000. بس مين اللي يقول؟ المصنع. لا، كثافه الزيت، كثافه الزيت، لزوجه الزيت، لزوجه الزيت. معلش، لزوجه الزيت اللي هتتحط فانهي مناسب للعربيه ولغايه امتى. ما انا مش هفضل احط مثلا 5W30 ده مدى الحياه. بيجي مثلا التوكيل او المصنع بيبقى ريكومنديشن بتاعته مثلا او التوصيات ان انا بعد كيلومترات معينه مثلا بغير اللزوجه. لكن احنا بصراحه بتقابلنا في السوق بقى مواقف مش عايز اقول لك رائعه. تلاقي واحد يقول لك اصلا انا رحت للميكانيكي وقال لي انت بتحط 10,000 ليه؟ حط 3,000 حلو ونزله قريب. تلاقي العربيه الغيار والتاني جايبه موتور بعد عدد كيلومتر معين يقول لك غير، يقول لك علي اللزوجه شويه لان الموتور مع الوقت بيخف شويه، بيبقى اخف. مع كل العربيات؟ كل العربيات. النهارده السوداه زيت بتمشي عليه، زيت الفتيس نفس الكلام، ليه ريكومنديشن. في الياباني مثلا في ناس تقول لك بتغير كل 40,000 كل 50,000. في الالماني او الكوري مثلا يقول لك كل 60,000 غير زيت الفتيس. في الالماني يقول لك كل 90,000 زيت الفتيس. بس خلينا نتفق على الماده ان الزيت لازم يتغير، لان الزيت ده ليه مواصفه، لزوجه بتمشي عليها، درجه الحراره بتغير المواصفه وبتغير اللزوجه. فانا دايما بشبهها كده، بقول لك زيت الاكل انت لو قليت فيه مره مش تقلي فيه الثانيه. نفس الفكره، زيت للزوجه. انا هندسه على الله حكايتي قوي. ما انا واخد بالي عشان كده انا بكلم احمد. لان انت دلوقتي لفت نظري بفكره والله العظيم. الرقم بتاع زيت الفتيس. يعني صاحبي اللي بياخد العربيه صلحها لي ده قال لي يا خطيب انت ما غيرتش زيت الفتيس من ساعه ما جبت لي العربيه، قعدت كسرت ال 100,000 ماشي، وانا ما مش فاهم ان في حاجه اسمها زيت الفتيس بتتغير. فطبعا قال لي ده كان هيجيب، يعني انا ما اعرفش ليه العربيه شغاله لحد النهارده. بس يعني عشان ربك بس عارف. ربك عارف. طب برضه الناس في سؤال برضه بيطرح نفسه يعني. لما مثلا الميه بتاعت العربيه بتنقص، هل انا عادي ممكن ازودها ميه عاديه ولا لازم ازودها الميه اللي هي بتاعه الملونه اللي هي بتبقى مقطرة. لا مش مقطره، الميه الملونه اللي هي الميه الخضراء او الميه بتاعه الريداتير. ميه الريداتير ايه؟ مقطره حاجه ثانيه، حاجه ثانيه خالص. الفكره فين؟ ميه الريداتير دايما دي ميه بتعدي جوه الريداتير، هي دورها تبريد الموتور وتبريد دايره الموتور. فالنهارده انا لما بحط ميه ملونه معناها الميه الملونه معناها ميه معالجه بنسب، في ميه 33% ميه 50%. فانا لما بحط الميه المعالجه دي بتفضل محافظه على الكومبوننتس من جوه. طب لحظه، الميه العاديه الالوان بتفرق؟ الالوان بتفرق هنا؟ بص برضو المانيفاكتشر المصنع، في مثلا كوري يقول لك حط ميه خضراء. شكلي اقعد جنب خطيب. المصنع مثلا الالماني يقول لك حط ميه حمراء، الياباني يقول لك حط ميه حمراء، الكوري ميه خضراء، بس في الاخر هي ميه معالجه. سواء حمراء او خضراء ما بتفرقش على فكره. بس المهم انها تكون ميه معالجه عشان الميه العاديه بتعمل صدى، بتلاقي نفسك بعد شويه تلاقي الريداتير صدى اتسد، فتلاقي العربيه بتسخن منك وانت مش عارف ليه. بيكون في منها شفاف، بيبقى ده ايه؟ لا مش شفاف، دي ميه عاديه. هي لا، في ازاز بتتباع شفافه يعني انت مقفوله بتتباع وشفافه، دي بتبقى ايه؟ مقطره؟ لا مش عارف. دي مفيش ميه مقطره. الميه المقطره دي بتاعت ايه طيب؟ لا الميه المقطره دي زمان كنا بنستعملها، يقول لك اصل انا بحطها مش عارف في المساحات ومش عارف ايه، لكن لا هي المايه المعالجه هي بتحط الريداتير. مش بتزود بيها مثلا مع المايه المعالجه؟ لا خليك دايما في المايه المعالجه دايما. وعندك مثلا لتر في شنطه العربيه برضو، دي من الحاجات المهمه اللي كنا بنقول عليها مع الكمبريسور ماشي. طب نعرف منين ان هي نقصت شويه؟ هي دايما عندك في قربة ميه. في العربيه من قدام لما تفتح الكبوت في قربة ميه، تمام، في علامه الماكسيموم وعلامه المينيموم. طول ما انا هنا زي الفل. فهي دايما الطبيعي انها تبقى عند الماكسيموم. كل 10,000 مع تغيير الزيت بتبص بتلاقي نزلت شويه لانها دايره اصلا مقفوله كلوزد سيركل.
فالطبيعي انها ما تقلش، بس في معامل تبخير بسيط فممكن تقل، هتلاقي نزلت حاجه بسيطه لما تنزل شويه صغيرين طبيعي اروح مزودها، ومركز صيانه اللي انت بتعمل عنده بيروح مزودها لك او في التوكيل هتلاقيه بيزودها طبيعي. انما لما تنزل مثلا لو انا بفتح عربيتي، واللي عايزين يقولوا للناس ان انت اتليست كل اسبوع كل اسبوعين بص بص افتح كده بص شوف الميه عامله ايه بتنزل، لو كل اسبوع كل اسبوعين بتنزل يبقى انت عندك مشكله في تسريب في حته معينه فيها كذا، ده ممكن يبقى عامل معاك مشكله، العربيه بتسخن وانت مش واخد بالك. تمام. وهل ممكن ازود مثلا لو عندي مثلا حبه زيت اتبقوا مني في تغيير زيت، ممكن قدام شويه اروح حاطه مثلا كمان خمس، هو مثلا كل 10000 بعد 5000 اروح حاطط الشويه اللي طب ليه؟ ولا ما لا لا انت تحطهم لو في مشكله، انت النهارده عندك الزيت ليه مقاس، العصايه اللي بتطلعها دي برضه ما بينقصش، المفروض ما ينقصش. بيتغير على طول، بيتغير كل 10000 لما يتحرق يعني، لما يتحرق يعدل المده عليه، بس خلي بالك الزيت مش دايما لما يتحرق الزيت ممكن ما امشيش بالعربيه خالص صلاحيه، بس كل سنه لازم اغير الزيت يا اما 10000 كيلو او سنه ايهما اقرب. يعني ممكن اغير الزيت وما امشيش بالعربيه ولا كيلو عشان لزوجته، عشان لزوجته بتتغير. لزوجته بتتغير، فلازم يا اما 10000 او سنه. تمام، ده الجزء الخاص. طب احنا عندنا المفروض هنا الدورات اللي هي المفروض المتبعه تبقى كل كام كيلو؟ يعني مثلا عندنا 5 10 ولا بتبقى 10 على طول مثلا 20 30؟ وبرده عايزين نعرف القطع الهامه شويه اللي البعض هنا ايه بقى من نفسه مش بيلجا الى التوكيلات مثلا الخاصه يعني بعربيتها، عشان خاطر يعني التكلفه الحاليه الى حد ما زادت شويتين ثلاثه اربعه. مظبوط. فالبعض بقى بيلجا ممكن ايه من نفسه يروح بنزينه ولا حاجه يقول لك ايه هغير الحاجات دي وانا ايه عندي درايه الى حد ما. المفروض يعمل ايه؟ يمشي ازاي؟ وبرده زي ما اتكلمنا كده زيت الفتيس مثلا هل بيتساب لمده قد ايه؟ وهل برده بيفرق الالماني عن الصيني عن الكوري وخلافه؟ بص خليني اقول لك، انت النهارده بتشتري عربيه، بتشتري عربيه كوري، بتشتري عربيه الماني، بتشتري عربيه ياباني، انت عارف انت راكب عربيه. تمام. لو انا مش هقدر اجيب او هنصينها مثلا في التوكيل او شايف انه بقى غالي حتى لو معايا بس غالي، لا ممكن اروح مثلا زي ما قلنا وكيل معتمد او مركز متخصص. تمام. بس انا قبل ما اعمل ده وعايز اروح لبنزينه او اروح لمكان ارخص شويتين برضو. تمام. انزل لازم افضل محافظ دايما على جدول الصيانه. بالزبط. كل توكيل عامل جدول صيانه، فانا بسهوله اقدر اخده ويبقى على موبايلي. فانا عارف ان الصيانه الفلانيه النهارده العداد عامل كام، فالصيانه ايه فيها ايه. الصيانه دي المفروض اسمها الصيانه الوقائيه، مش لازم استنى لما العربيه تقف خالص يا بيبو وبعدين اروح اصلحها. صح. فلازم الصيانه الوقائيه. بس الموضوع يعني ده بيبقى ليه عاملين، يا اما احنا معناش فلوس يا اما احنا مش عارفين. والارجح بيبقى معناش فلوس. لا انا عايز اقول لك ان الصيانه الوقائيه مش دايما لازم استنى لما العربيه تعطل ديه خالص وتقف ابتدي بقى اروح ادور ان انا اصينها. ليه؟ لو انا كنت اصينها في الصيانه العاديه ب 10 قروش حاجة صيانة وهي واقفة ب 20 قرش و 30 قرش، هدفع ثلاث أضعاف اللي كنت هدفعه. فلا، يبقى أنا عندي جدول الصيانة فعارف الصيانة دي، ممكن بقى ساعتها أروح البنزينة أقول له والله أنا عارف إن أنا هحط زيت 10000 لزوجته 5W 30 لما يكون العداد 30000 حطوه لي لو سمحت. بس لازم أتأكد إنه عنده مثلا فلتر الزيت الأصلي. هتتأكد إزاي؟ دي برضو علامة استفهام. طالما مش عند حد ضمنه مش هتتأكد. والسوق مفتوح أنت مش عارف. السوق مفتوح والحاجات دي بقت كريتيكال، النهاردة لو الزيت مش أوريجينال في خطوره. احنا يعني في شغلنا بره وكذا، لا بتيجي عربيات جايبه مواتير والموتور عشان بسبب الزيت مش اصلي. وده كتير قوي. فالنهارده والفلتر نفسه ليه دور مهم جدا في فلتره الزيت واعادته تاني للمحرك، ما هو الزيت ده بيلف جوه الموتور ويرجع يتفلتر ويرجع تاني. فلو الزيت الفلتر ده مش اوريجينال فمش هيقوم بوظيفته 100%. فالزيت اللي راجع ممكن يرجع محمل تاني بالشوائب او يتسد، فيفضل الزيت بقى بالشوائب بتاعته عمال يلف، فبعد شويه يعمل لك مشاكل جوه الموتور. مش عايز اخش ديب تكنيكال طبعا، بس يعني معلش برضو عشان هنا ايه البعض كان بيتساءل يقول ايه، بيقولوا ان هنا ممكن بعض التوكيلات بتغير بعض القطع الخاصه بالعربيه بدري عن ميعادها، فهنا بيكسب اكتر. يعني ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال ممكن حد يقول لك ان البوجيهات محتاجه تتغير دلوقتي وهي لسه ممكن تتغير كمان 10000 كيلو مثلا بعديها، مش عارف القطع دي محتاجه تتغير دلوقتي وهي ممكن تقعد لسه 5000 كيلو او 10000 كيلو بعديها. فهنا البعض بيلجا من نفسه ان هو بيقلل التكلفه عليه وفي نفس الوقت ايه بيأجل بعض الحاجات لميعادها. صح كده الكلام؟ صح. ولا انا غلطان؟ لا صح. ممكن نوضح للناس ايه اللي بيحتاج يعني الواحد يغيره في عدد الكيلومترات في الاول، يعني لان في الحاجات برضو الخاصه اللي احنا مش عارفينها، من ضمنها الكاوتش، من ضمنها تيل الفرامل، من ضمنها الطنابير، الحاجات دي كلها احنا برضو مش عارفين لها المده المحدده لان هي استهلاكيه خاصه بالسواقه بتاعتك. فهنا في حاجات ثوابت عندنا ممكن احط لها عدد كيلوهات معينه. بص في الموضوع ده بالذات لا مفيش ثوابت، انت كده كده جدول الصيانه الوقائيه اللي قلنا عليه ماشي عليه، ده اللي هي بقى الثوابت. تمام. الزيت في ميعاده، زيت الفرامل في ميعاده، ميه التبريد مش عارف ايه الكلام ده.
البوجيهات ليها ميعاد، بس خلينا نتفق ان برضو التوكيلات بتبقى حاطه سيفتي فاكتور، دايما حاطه عامل امان شويه. فزي ما انت بتقول كده، يعني ممكن الحاجه هو يبقى حاطط سيفتي فاكتور كام، مثلا نقول 20% 20%. فلو انا بغير، قال لي مثلا البوجيهات مثلا هتتغير على 80,000، لا ممكن اغير على 90. خلاص زودت 10,000 كيلو من ال 80 اللي هي مثلا 15%. فماشي انا كده جوه السيفتي فاكتور. بس مش 80 اخليها 120 و130 مثلا. وهكذا. لكن مثلا في حاجات تانية زي ما انت قلت بقى، التيل، الطنابير، الحاجات دي استهلاكيه. في واحد مثلا بيفضل يجري وياخد غرز ويدوس فرامل وبتاع، فطول ما هو بيدوس كتير هتلاقي التيل بيتاكل بسرعه. في واحد تاني تلاقي سواقته هاديه كده زي حالاتي مثلا، بمشي 60 وكذا وراجل عجوز. لا شباب اهو. بتلاقي لا انا بهرج طبعا. فبتلاقي ايه، ان انت لا التيل ممكن يقعد معاك 60,000 و70,000 و50,000 سوري و80,000 ما استهلكتش فيه. وفي ناس بيتغير كل 30، رجليه تقيله مع الوقت، بياكل التيل وبياكل بعد شويه طنابير. فبرضه دي اسمها استهلاكيه حسب استهلاكك. لكن لما نقول متوسط، متوسط تغيير التيل مثلا من 40,000 ل 50,000، ده المتوسط. ممكن يقل ممكن يزيد. بس انا مش صح بقى ان انا اقول ايه، والله انا لا دلوقتي مش هغيره بس في صوت تحت رجلي، في صوت. يبقى هيبوظ الطنبوره، الصفاره او الاحتكاك، الحكه. التيل بقى خلص وبدا الحديد ياكل في الحديد. طب هنا لما البعض بيغير بعض الحاجات الاجزاء الخاصه بالتيل والطنابير وبيحصل صفاره برضه، ده لازم تكشف عليها. ممكن التيل لو مش راكب اوريجينال يعمل الحركه دي. لان التيل الاوريجينال هي عباره عن خلطه، عباره عن كربون ونحاس ورصاص ومش عارف ايه، خلطه كده بتعمل ببرسنتج معينه. النسب دي لما بتختلف بتختلف في الكوبي. فدايما تلاقي ممكن نسبه النحاس عاليه شويه فيعمل معاك صفاره، فده مهما تعالج فيها بتفضل الصوت موجود شويه. ففي تيل كوبي مثلا ممكن تلاقيه حلو وتلاقي سمعته في السوق كويسه، والله التيل ده لا كويس. يقول لك مثلا ايه، بيكربن، بيهبب شويه، بيعمل هباب اسود كده على الجنب. ماشي، بس او ريحه مثلا، بس مش بي ايه، مش بيصفر، مش هيأذي بالظبط. طب هندسه دلوقتي برضو في ناس كده بحسهم صحراء. بمعنى ايه؟ ان هو تسمعه صوت حاجه معينه في العربيه يقول لك اه ده انت مثلا مش عارف الكرسي رجعته لورا شويه فداس على مش عارف ايه، فكده الموتور مش عارف ماله. تسمعه يبقى ماشي يسمع مطب ولا حاجه فيقول لك دي مشكله مثلا طنابير مش مشكله تيل. يعني هل في ده ولا لازم اكشف على عربيتي عند حد متخصص؟ بص، هو ده موجود، اللي انت بتقوله ده موجود جدا، بيبقى ساحر عند المتخصص. مش بره. أوكي. ليه؟ لأن المتخصص لو أنا أو المتخصص ده أو المركز ده شغال في الياباني، فهو بتعدي عليه من العربية دي كل يوم 20 عربية. فخلاص أنا مثلا سي عارف مثلا إن العربيات الألماني لو تيجي تقول لي أشتري الموديل ده، أقول لك خلي بالك الموديل ده عيوبه 1 2 3. هتيجي تقول لي عايز أشتري العربية الياباني كذا، هقول لك لا والله خلي بالك العربية دي عيوبها كذا، العفشة بتاعتها بتعمل صوت بعد شوية، التابلو نفسه بيزيق بعد شوية. الخبرة اللي بيشوفها يوميا من بيشوفها يوميا. لكن دايما بيقولوا عليه المركز الكشكول أو الميكانيكي الكشكول، هو أي حد بيخش له كل يوم مش بيبقى حافظ كل عربية، الخبرة بتاعته تبقى أقل شوية. أوكي. هو عارف بس هياخد وقت أطول، يعني المتخصص بيوفر عليك وقت وفلوس. التاني هيجرب وهيقعد وقت طويل، التاني أنت المتخصص أهو. زي ما انت بتقول كده، هو عارف المشكله دي جات له 100 مره. السؤال الاصعب، ايه المشاكل اللي بتواجه العربيات في مصر؟ من اللي بيحصل، لان طبعا اكيد يعني لا يخفى على احد شيء يعني من اللي بيحصل من الاسعار اللي احنا بنشوفها دلوقتي في كل شيء، الاختلاف المبالغ فيه في بعض الفئات من العربيات، سواء كانت العربيات اللي هي اللي ممكن اللي هي المرتفعه شويه او حتى المتوسطه، بقت فيها اسعار مبالغ فيها جدا. وده بياخدنا الى قطع الغيار، ان ده بقى برضه مبالغ فيه جدا. وبيخلي البعض هنا ان هو حتى لو معاه ضمان فهو مش عارف يعمل ايه في ظل ان برضه قطع الغيار مرتفع شويتين. خليني اقول لك ان المشاكل اللي بتقابلها العربيات في مصر النهارده بقت مشاكل انا شايف شخصيا. كنا زمان مثلا بنقول وانت راكب اه والله الطرق مكسره، لا ده انا ماشي في حتت مش عارف ايه، فالعفشه بتبوظ بسرعه. نتيجه النهارده لا، ما شاء الله الطرق كلها بقت زي الفل وكلها اتوسعت، ملناش حجه، ملناش حجه، ممهده كلها، ممهده كلها، لا وبدا الحاره 3 والطرق كلها اتوسعت ما شاء الله، فما عندكش الحجه دي بتاعت زمان. انا شايف ان اكتر مشكله دلوقتي بتواجهها العربيات في مصر هي اصحاب العربيات. صاحب العربيه هو المشكله مش العربيه. ليه بقى؟ لان هو قله الوعي وقله الثقافه. زي ما قلت لك في الاول، اللي هي ايه، لازم يبقى عندك شويه وعي واهتمام بالعربيه. طول ما انت محافظ على ده هتلاقي العربيه ماشيه معاك زي الفل، انما استنى لما تقف او تعطل بيا دي مشكله. لكن انت بس، انا مش بقول لك يا عم ذاكر تفاصيل ولا خش جوه الموتور ولا كذا، بيزكس بس البسيطه، سمعت صوت لازم يستوقفني، ما انا عربيتي لو حد ممكن يركب جنبي ما ياخدش باله، بس انا هسمع الصوت هعرفه لان كل يوم بركب. فصوت غريب لازم يستوقفني، اروح اسال. انا هسال بس،
السلام عليكم، انا عندي صوت ده، عندي المتخصص اللي بتعامل معاه او كذا، انا شاكك في حاجه، سامع حاجه، هيبص يقول لك. تاني حاجه، النهارده العربيه وانا ماشي خدت مطب جامد جدا مش واخد بالي، بلاعه نقره والدنيا مشيت تمام. لا بص بصه على ايه، ممكن حاجه في العفشه حصلت، حاجه اتكسرت، يعني حاجه اتعوجت، الزوايا، الترصيص، الكلام ده، زوايا، ترصيص، حاجه في العفشه نفسها، ممكن بطاحه. يعني احنا ساعات في بعض الاحيان كنت تلاقي عربيه جايه، والله استنى مراتي خدت مطب جامد جدا وبقالنا اسبوعين ماشيين، وتلاقي العربيه نازله البطاحه واقعه، يعني كان في لحظه ممكن تلاقي العربيه اتعمل منه كده. انا البطاحه دي غيرتها في شهر ثلاث اربع مرات عشان النقر والبلاعات. والله العظيم ثلاث مرات. فالموضوع مش بالبساطه دي. لازم تستوقفها. خدت نقره جامده بلاعه، ومش معنى ان العربيه مشيت بعدها تمام يبقى انت تمام. انا حقيقة على ذكائك ان انت طلعت من الاجابه. انا حقيقي، انا حقيقي، لان الموضوع، بص، هو كلنا عارفين الموضوع يعني ماشي ازاي. نتمنى، يعني انت شايف ان، يعني معلش برضو، الجزئيه الخاصه بالعربيات شايف ان هي بس يعني خاصه بثقافتنا احنا بس، ولا خاصه بحاجه تانية، ان احنا الموضوع يمشي ازاي من ناحيه التسعير، من ناحيه حتى قطع الغيار اللي موجودين فيه حاليا؟ بص، الموضوع ده اوت اوف اور هاند، مش في ايدينا، مش في ايدينا. الموضوع ده كله مترتب على التوكيلات والحاجه اللي بتيجي من بره وتسعيراتها. ليه؟ حتى التجار النهارده اللي بتجيب الكوبيز، لما كان التيل الاوريجينال ب 1000 فهو كان بيبيع الكوبي ب 200، لما التيل الاوريجينال بقى ب 2000 فطبيعي الكوبي بقى ب 450. طب فهي كلها مترتبه على بعض، كلها ريليتد لبعض. فالنهارده التوكيل هو اللي متحكم الاول والاخير، والاستيراد والدخول والخروج هو ده اللي متحكم. وطبعا كل اللي بيبيع ورا منه بيلعب نفس اللعبه او بيتحرك بنفس الخطوات يعني. والله هندسه، انت احنا النهارده احنا بننهل من علمك. يعني مش انا عن نفسي بنهل من علمك. ميرسي لحضرتك جدا، ونورتنا، ودايما كده تبقى منورنا في انبوكس، مش تبقى اخر مره يعني. ان شاء الله بيبقى، والله يتكرر ان شاء الله. ربنا يخليك. خلينا نطلع فاصل سريعا ونرجع بقى للفقره الرياضيه اللي بيقدمها راعي الرياضه في قناه صدى البلد فاروق. طيب، ورجعنا تاني ولسه بنكمل معاكم بقيه فقراتنا وفقرتنا المعتاده الاسبوعيه انبوكس سبورتس، واللي طبعا يعني بنتابع معاكم اهم واخر الاخبار بقى والاحداث الرياضيه اللي حصلت على مدار الاسبوع والاسبوع اللي فات واخر الاسبوع اللي فات والحد يعني امبارح. حتى بنتكلم برضو على يعني احداث خاصه شويه وكبيره، بس اكيد الاهتمام الاكبر دلوقتي بكره اليد. ليه؟ طبعا يعني منتخبنا الاول الوطني لكره اليد بقياده مديره الفني باروندو هيلعب ان شاء الله بكره مع منتخب المجر، وده على تحديد بقى ايه المركزين السابع والثامن، اكيد في بطوله العالم الكبيره جدا رقم 28 اللي بتتلعب في بولندا والسويد في الفتره من 11 ولحد 29 يناير اللي احنا فيه. المنتخب عمل امبارح ماتش يعني اكيد كان كبير جدا امام منتخب المانيا، وخسرنا بصعوبه بنتيجه 35-34، ولاعبتنا كمان قدرت انها ترجع يعني في نتيجه خلال احداث الشوط الثاني، وقدرنا كمان نتعادل بنتيجه 30-30 قبل بقى ايه ما نلعب يعني وقت اضافي في المباراه، وقدر كمان المنتخب الالماني يعني انه يخطف الفوز. منتخبنا قدم يعتبر بطولة إلى حد ما متوسطة المستوى، لأن اللعيبة خلت عندنا يعني سقف الطموحات بالنسبة للجماهير بالنسبة لنا يعني عالي جدا، أو من الآخر كده كان حلم كبير إحنا عشناه، لأن هم اللي أجبرونا على ده. يعني منتخبنا الأول طبعا لكرة اليد منتخب كبير وعظيم، وكمان عمل إنجاز كان في 2001 ان هو يوصل المربع الذهبي، وبعد كده بطوله افريقيا اللي فاتت، وكمان اخذنا رابع في الاولمبياد اللي فاتت. فهو فريق يعني كبير جدا طبعا، وكمان ليه شكل خاص، وهو يعني اكيد قدم اللي يقدر عليه، بس برضو احنا قابلنا مدارس مختلفه وقابلنا فرق كبيره واوروبيه وعريقه وكبيره وليها تاريخ طويل جدا في بطولات العالم، وفرق زي يعني او منتخبات زي الدنمارك والسويد والمانيا، اكيد دي منتخبات مش سهله. وبرضو احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا نشتغل اكتر على الموضوع ده، وكمان نحتك بالمدارس الخاصه شويه بالمنطقه دي بشكل اكبر
علشان كمان نقدر نكمل ويبقى فيه كمان عندنا جيل آخر يكمل مع الجيل الحالي اللي موجود المميز جدا بتاعنا ده، إن هو برضو يفضل مستمر وصمدين. عندنا في بطولات جاية إن شاء الله هتكون بطولات كبيرة، عندنا في برضو أفريقيا، وعندنا إن شاء الله برضو في أولمبياد وخلافه. فأكيد إحنا كمنتخب يعني مصر منتخب كبير وعريق، وأول منتخب يعني أخدنا مركز كان رابع في أولمبياد طوكيو اللي فاتت، وأكيد يعني دي حاجة تشرف وحاجة كبيرة. المنتخب ده ما ينفعش نضغط عليه، يعني ما ينفعش نقول إن هم أصل قصروا في حاجة، هم ما عملوش حاجة، باروندو ما ينفعش نتبعه من الآخر. يعني ما ينفعش برضو نيجي نقول ايه اصل الراجل بفكرش تفكير في الفني بشكل معين واللي خلاه يبقى الماتش ده ما يكسبوش، هو ما فكرش لو مش عارف ازاي. الراجل ده جه في ظروف غيرت الى حد ما من شكل كرة اليد المصرية، وعرف ازاي يطور من المنتخب بتاعنا، وعرف ازاي يطور من الفكر. البعض بقى هنا يتساءل يقول ايه، يقول ان هو جاب سقف الموضوع عنده خلاص فنيا، الله اعلم. شايف ان هو خلاص اكتفينا بالمرحله دي، الله اعلم برضو. بس الراجل جه عمل انجازات كبيره مع منتخبنا الى حد ما، وكويسه واداء مشرف وكبير شفناه في الفترات اللي فاتت، فلازم برضو نديله حقه. يعني مع الفوز والمكاسب لازم طبعا نشكر ونقول كل يعني حاجه جميله، لكن برضو في الخسائر ما ينفعش نكون احنا يعني بنجزر على طول، نقول ان هم لعيبه وحشه، نقول ان هم لعيبه ما عملوش اللي عليهم. لا، هم لعيبة رجالة وعملوا عليهم، وكمان برضو ليهم دور كبير جدا في البطولات اللي فاتت. يعني مش بس البطولة الحالية كأس العالم الحالي أو بطولة العالم الحالية، لا، بطولة العالم اللي فاتت وأفريقيا اللي فاتت والأولمبياد اللي فاتت، كلهم اللعيبة دي بنشاور عليهم ونقول عليهم لعيبة رجالة ولعيبة محترمة، ولعيبة كمان يعني لحد آخر لحظة بيحاولوا كل واحد فيهم يعمل اللي عليهم على قد ما يقدر. طبعا عندنا كان في لاعب كبير زي احمد الاحمر، يعني اللي اعتزل دوليا، واللاعب الخلوق المحترم، بس برضو عندنا في لعبه اخرى الحمد لله كانت بتقدم مستوى كويس. هي مش بطولتها او من الاخر كده مش ماشيه معانا في البطوله دي زي ما احنا عايزين، بس احنا لسه فيها. وبرضو يعني بنتكلم على ان السابع والثامن الى حد ما ما نطلعش براهم، يعني ده شايف برضو حاجه الى حد ما كويسه من الدول الكبيره اللي بتشارك طبعا يعني في البطولة، وقد ايه ان هم كمان منتخبات قوية جدا، منتخبات كل يعني منتخب فيهم فعلا تشوف ان هو مدرسة في منطقة تانية خالص. ولحد امبارح لو بنتكلم على ألمانيا، فألمانيا لوحدها يعني برضو احنا شفنا، وعندنا برضو السويد وعندنا الدنمارك، لكن احنا ان شاء الله يعني على المستوى القريب بإذن الله، او يعني في الفترة القريبة بإذن الله منتخبنا ده يعني هيرجع افضل من الاول ومش هيبعد. ومش معنى ان احنا ممكن البطوله دي ما كناش ظاهرين بالشكل اللائق او اللي هو بيلبي طموحاتنا احنا كمصريين او كجمهور، يعني انا شايف ان احنا برضو لازم نقف جنبهم ونسندهم، لان هم عملوا اللي عليهم وزياده طبعا في الفترات اللي فاتت. طيب نروح معاكم بقى ايه لكره السله، و يمكن نجم منتخبنا عاصم مرعي طبعا نجم منتخبنا لكرة السلة يعني، وكمان المحترف في صفوف نادي LG سيكرز الكوري الجنوبي، يعني هيوصل مصر ان شاء الله يوم 20 فبراير اللي جاي علشان ينضم بقى لصفوف منتخبنا، وده استعدادا لتصفيات كأس العالم اللي جاية، واللي هتتلعب على صالة نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 24 ولحد 27 فبراير. منتخبنا هيبدا ان شاء الله معسكره يوم 8 فبراير على صاله برج العرب في اسكندريه، ومنتخبنا بيحتل دلوقتي المركز الثاني في المجموعه برصيد 16 نقطه، وقدامنا منتخب جنوب السودان واللي بيحتل الصداره برصيد 17 نقطه، وبعدهم منتخب السنغال بقى اللي بيجي في المفروض يعني في المركز الثالث ب 15 نقطه، وتونس بتيجي في المركز الرابع ب 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بتيجي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بيجي يعني في المركز السادس ب 11 نقطة. المفروض يعني بتأهل الأول والتاني من كل مجموعة، وطبعا دول بيروح على طول لكأس العالم يعني، أما صاحب المركز الثالث فبيدخل في منافسة مع ثالث المجموعة الثانية علشان بقى يتأهل منهم المفروض يعني المنتخب الخامس. ده طبعا الجزء الخاص بمنتخبنا وخاص كمان بعاصم مرعي. نروح معاكم للطايره.
المفروض يوم الخميس اللي جاي الاهلي يلعب طبعا يعني مع غريمه التقليدي نادي الزمالك في قمه ماتشات الدور الترتيبي يعني من بطوله الدوري الممتاز لرجال الكره الطائره. الماتش ده هيتلعب على المفروض يعني صاله رقم 2 في استاد القاهره الدولي الساعه 8 بالليل ان شاء الله. والاهلي والزمالك ماشيين لحد دلوقتي اول وتاني الترتيب بعد فوزهم بقى في الخمس جولات اللي فاتوا. والماتش ده هو التالت للقطبين يعني خلال الموسم اللي احنا فيه. وكان الاهلي فاز بالماتشين اللي فاتوا يعني في المجموعات بنتيجه 3-0 وبعدين فاز بنتيجه 3-1. واكيد كالعاده يعني القمه بين الاهلي والزمالك في اي لعبه من الالعاب بتكون ليها طابع خاص. طيب نروح معاكم بقى ايه للكاراتيه. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه افتتح امبارح بطوله الدوري العالمي للكاراتيه طبعا البريميوم ليج واللي بتتلعب على استاد القاهره الدولي في الفتره بين 27 ولحد 29 يناير يعني. والبطوله دي مشارك فيها 431 لاعب ولاعبه من 61 دوله من حوالين العالم. وده بيؤكد يعني ثقه العالم في قدره مصر طبعا على التنظيم الجيد، خصوصا بقى ان دي اول بطوله من البطولات العالميه في موسم 2023. والبطوله دي يعني المفروض بترجع لمصر من جديد بعد غياب سنه، لان مصر استضافتها في عام 2021 ونجح منتخبنا وقتها في الفوز بخمس ميداليات ذهب. اما في 22 فاستضفنا بطوله الدرجه الاولى او السيريس اي يعني. وطبعا برضو ده كان من ضمن الحاجات اللي احنا كنا ماشيين عليها من ضمن التخطيط الخاص يعني بتنظيم البطولات. كانت انبوكس كالعاده كانت موجوده في قلب افتتاح البطوله، وكمان صورنا التقرير التالي. يلا بينا. طبعا احنا بيسعدنا وجودنا النهارده كلنا اكمالا لاستضافه مصر للاحداث الدوليه. احنا في الاربع سنين دول بدعم ورعايه كامله من القياده السياسيه والحكومه المصريه ان احنا نستضيف الحقيقه وناخد ثقه من الاتحادات الدوليه ان يجوا رؤساء واعضاء مجالس اداره الاتحادات ان هم يعملوا فوتنج او تصويت على ان البطولات تكون في مصر. الحقيقه النهارده مع مجلس الاداره ورئيس مجلس اداره الاتحاد الدولي للكاراتيه وايضا يعني السفاره اليابانيه يسعدنا ان مصر بتستضيف البريمير ليج، واحد من اكبر بطولات العالم في الكاراتيه وهو الدوري العالمي. وده كان ليه مؤشرات وكرايتيريا كبيره جدا عشان يسمحوا لدوله او دول غير الدول الاوروبيه ان هي تستضيف. الحقيقه مع المنشات الكبيره اللي موجوده مع بلد المليون لاعب متسجل في الاتحاد المصري للكاراتيه، وده من اكثر الاتحادات على مستوى العالم اللي مسجل فيه هذا الرقم كلاعب بيدخل منافسات غير الممارسين. يعني ده شيء مهم جدا، ومتابعه كمان يعني الاعلام بصفه عامه على متابعه هذه الاحداث ده شيء مهم جدا، لان دايما بنقول الرساله بتاعتي الرياضه المصريه مش كره وبس. احنا عندنا مشروعاتنا القوميه الكبيره بنهتم بالالعاب الفرديه اللي اصبحت يعني مفيش مسمى موازي تاني ان العاب شهيده خالص. والحمد لله رب العالمين، يمكن دي ثالث بطوله دوليه ننظمها مع الاتحاد الدولي اسمها البريمير ليج اللي هو الدوري العالمي للكبار، عباره عن 32 لاعب مصنفين اوائل في كل ميزان. انا عندي 12 ايفنت، 10 كوميتي و2 كاتا، يبقى 12 ايفنت في 32، ده عدد اجمالي اللعيبه الموجودين. دول اعلى لعيبه على مستوى العالم كلهم ابطال عالم كلهم من رقم 1 لحد 32، وده احد اكبر حدث للاتحاد الدولي للكاراتيه. تم اقامته العام الماضي والنهارده تم اقامته في مصر ان شاء الله، والعام القادم باذن الله 2024 هيقام في مصر، و2025 ايضا هيقام في مصر لنجاحه اكثر من مره عندنا. هل ادى ثقه للاتحاد الدولي ان مصر قادره على تنفيذ اكبر بطولات، فبالتالي ان شاء الله تعالى وعدونا انها هيتم عندنا لحد 2025. وباذن الله تعالى وعدنا الاتحاد الدولي النهارده ان سيتم اقامه بطوله العالم للكبار في مصر 2025، وده اكبر حدث في تاريخ الاتحاد المصري للكاراتيه، لان اخر بطوله عالم اقيمت سنه 1988 يعني اكثر من 45 سنه. فان شاء الله بطوله العالم القادمه هتكون 2025 في القاهره
باذن الله تعالى، وهنطلع هتيجي لجنه خلال 3 شهور تبحث اماكن اقامه البطوله، يا اما في القاهره او في العاصمه الاداريه الجديده او في شرم الشيخ. باذن الله تعالى نصيب مصر اقامه بطوله العالم. طبعا بطوله رائعه لما البريمير ليج للكاراتيه يجي مصر، ومصر بلد يعني رائده في لعبه الكاراتيه وبتحقق انجازات كبيره، اخرها اولمبياد طوكيو طبعا بانجاز فريال وجيانا ميداليه الذهب والبرونز، ودايما نتائجنا مميزه في بطولات العالم في الكاراتيه. لما نشوف كل ابطال العالم هنا اكثر من 50 دوله حاجه مشرفه جدا. وزي ما انتم شايفين طبعا استاد القاهره يعني صرح رياضي ما فيش زيه في حته كتير في العالم الحقيقه. طيب، ومن الكاراتيه بقى نروح معاكم لريشه الطائره. الاتحاد المصري لريشه الطائره ان شاء الله يعني برئاسه الدكتور علي حسب الله فاز بتنظيم بطوله افريقيا للكبار، واللي هتتلعب في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وبالاخص يعني في شهر فبراير 2024، وده هيكون بعد الفوز يعني المفروض الخاص بالاتحاد المصري، لان احنا عندنا شهاب يحيى عضو مجلس اداره الاتحاد المصري يعني، والعد الملف ده الخاص بالتنظيم، وقدر كمان انه يعني يظهر بقى مدى اهميه الملف ده طبعا في الحقيقه يعني، وكمان الفوز المشرف ده. البطوله دي من ضمن البطولات المدرجه على اجنده الاتحاد الدولي، واللي ليها طبعا يعني مجموع نقط كويس جدا في سباق التاهل ده، واللي اكيد لدوره الالعاب الاولمبيه اللي جايه، واللي هتكون في صيف 2024 في فرنسا وبالاخص في باريس. مصر كانت نظمت بطوله افريقيا للكبار المفروض يعني في شهر 2/2020، وفوزنا ساعتها ب8 ميداليات، وكمان جبنا 3 ذهب و5 برونز، وشارك فيها طبعا 14 دولة في الوقت ده. هنروح معكم بقى ايه للجودو، وطبعا يعني مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي وافقوا على المشاركة في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، واللي تتلعب في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 3 لحد 5 مارس اللي جاي. والمفروض بقى ان الاتحاد المفروض هيعلن عن قائمة المنتخب واللي هتسافر خلال الايام اللي جاية، ومنتخب الجودو بيسعى خلال الفترة اللي جاية لتجهيز اكبر قدر من اللعيبة الشباب علشان يحتكوا بشكل كبير وياخدوا بقى يعني ايه خبرات تساعدهم على المنافسة مع المستويات الكبيرة والقوية. طبعا لازم نفكر حضراتكم ان المشرف على المنتخبات الوطنية هو الاسطورة الكابتن محمد علي رشوان صاحب فضية اولمبياد لوس انجلوس 1984. من الجودو نروح معاكم بقى ايه لرفع الاثقال وبسمة رمضان. بسمة رمضان لعيبة منتخبنا لرفع الأثقال قدرت بقى إنها يعني تحقق 3 ميداليات في البطولة العربية واللي اتلعبت من أيام في سوريا. بسمة جابت الذهب الخطف يعني، وكمان النطر في ماتشات أو في منافسات تحت 45 كيلو. بسمة كانت أصغر لاعبة في صفوف المنتخب لأنها ما كملتش 14 سنة، ودلوقتي بتستعد علشان تشارك بقى في بطولة العالم اللي جاية، واللي هتكون في اسبانيا شهر 3 اللي جاي. بسمة بتتدرب دلوقتي يعني على مشروع القومي الخاص بالموهوبين يعني في بني سويف، وكمان بتجهز نفسها باجهزه وكمان الى حد ما مقاومات مش كبيره قوي مقارنه يعني بالابطال الكبار. نتمنى ان شاء الله تلاقي بقى يعني الاجزاء الخاصه بالاجهزه بتاعتها، وشكل التمرين والاعداد بتاعها يكون الفترة دي يعني أفضل شوية. برنامجنا كان طبعا حريص جدا على مقابلة البطلة الصاعدة، وكمان عملنا معاها اللقاء ده، ويا رب كده يكون ليها مستقبل كبير في الفترة اللي جاية. يلا بينا. أنا أخويا وابن عمي كانوا بيروحوا، فانا عرفت منهم اللعبه وكدتي، فشجعنا ان انا اروحها، فجيت رحت خدت مواعيد مع الكابتن وكدتي، ورحت واتمرنت والكابتن عطاني مواعيد واتمرنت، ولغايه دلوقتي
وبشكر برضك الكابتن احمد عبد العزيز والكابتن مصطفى عبد العزيز لانهم هم اللي وصلوني للهدف اللي انا دخلت المنتخب ومن ضمن في المنتخب اللي هناك. بشكر الكابتن محمد عيسى والكابتن عبد التواب والكابتن حسن وكابتن علاء حسن برضو لانهم هم اللي شجعوني برضك هناك في المنتخب وهو في وقفه جامده معايا في البطوله. معانا حبيتها فيعني حبيتها وكده فانا رحتها كنت حاسه برضك ان انا اوصل لهدف انا عايزاه فروحتها وكنت بتمرن وعادي لغايه ما اوصل برضك للهدف اللي انا عايزاه وبرضك اللي جاي احسن ان شاء الله في بطوله العالم برضك اللي جاي احسن. اول بطوله روحتها كانت في بورسعيد كنت جايبه فيها رابعه كان سني صغير ومن سن قليل كنت جايبه فيها رابعه. وثاني بطوله كان في اللقاء بتاع اسكندريه جبت فيها اول. وفي المنتخب بقى دلوقتي رحت بطوله سوريا ديت الحمد لله جبت فيها 3 ده. وانا في التمرين وياك جايه لنا زياره وانا في التمرين الزياره يعني لما لقونا حلوه وكده كلموا الكابتن بتاع المنتخب عليا فلما لقونا حلوه دخلوني المنتخب. جيت في يوم وانا بتمرن بعديها بيوم او بيومين وانا بتمرن بالليل الكابتن رن على الكابتن مصطفى عبد العزيز وقال وبارك لي يعني وفرحت ان انا دخلت المنتخب وكده. ورغم ان اللعبه صعبه جدا في بدايتها يعني اني وقفت معاها وقفك جميله جدا حاسه يعني علشان خاطر ما حرمهاش من رغبه هي محتاج لها يعني هي محتاجه رغبتها ان هي يكون جواها طموح عاوزه تحققها فاني وقفت معاها والفضل ربنا سبحانه وتعالى ففرحتها في اللعبه اللي هي غوياها تلعبها. بكيت من الفرحه يعني اول ما سمعت انها خدت البطوله في الثلاث ميداليات انا بكيت يعني والحمد لله ربنا قدرنا وجابت لنا الفوز للمصر كلها ومحافظة بنشوف مركز ناصر وهي الحمد لله يعني قدرت تحقق نجاح كبير قوي. بسمة رمضان بنت لاعبة المستوى القومي الموهبة والبطل الأولمبي بدأت تدريب بالمشروع منذ عامين. المشروع بيرعى كل الأبطال لتحقيق حلمهم. هدف المشروع تحقيق بطل أولمبي باختيار أجهزة فنية وأجهزة إدارية على أعلى مستوى. الحمد لله تم العمل مع بسمة ومع كل الأبطال بخطط كبيرة بحيث إن احنا نوصل للعيب هنا إن شاء الله اللعيبة لكل اللاعبين إن هم يخشوا المنتخبات القومية. مركز نصر كله فرحان ببسمة ودي يعني خلت مركز نصر كله مبسوط بيها جدا واحنا كمركز شباب ناصر يعني سعداء جدا ان بنت من بناتنا مثلتنا في منتخب مصر جابت لنا 3 ميداليات ودي حاجه حلوه لمصر كلها طبعا. طبعا بسمه من الناس او من اللعيبه المحترمه جدا هي سنها صغير ولكن تمتاز بالاخلاق الحميده. هي مثال مشرف طبعا للبنات ومن هنا طبعا بناشد كل اب وكل ام بتخاف من رياضه رفع الاثقال بالنسبه للبنات. لا النهارده بسمه حققت النهارده ما لا يستطيع الشباب كتير جدا من الذكور ان هي تعمله. طبعا فرحتنا كلنا كبلد وكمركز شباب ببنتنا بسمله لان هي فعلا تستاهل كل حاجه كويسه. اولا هي اللي عندنا رفع الاثقال بقياده الاستاذ احمد ابو عزيز المدرب احمد ابو عزيز ومصطفى ابو عزيز. الصاله مفتوحه من الساعه 9 الصبح للساعه 12 بالليل. فالتمرين حضرتك مستمر طول النهار. وهي اولا بنت مجتهده جدا جدا ومواظبه على التمرين واخلاقها كويسه اخلاقها عاليه قوي. والله يعني بصوا كلهم احسن من بعض سواء بسمه او زمايلها وكلهم مجتهدين جدا. يعني مركز شباب ناصر طبعا كل احترام ليكم جميعا وقد ايه ان هي الامكانيات بسيطه يعني مش كبيره قوي بس شايفين قد ايه ان هو حتى في ظل ان ممكن الواحد مش متوفر له بعض الامكانيات الكبيره والادوات الحديثه الخاصه باللعيبه يعني الا ان الطموح والحلم والهدف ملوش معايير غير حاجه واحده بس انك بتسعى ورا حلمك فقط انك دايما حاطط هدف قدامك مش هتتنازل عنه. بسمة يعني يا رب يكون ليكي مستقبل كبير كده وتكون كمان يعني ليكي مستقبل زي بطلتنا سارة سمير وتشرفي مصر كالعادة. يعني أكيد ميداليات مهمة وكبيرة ليكي ولينا كلنا لكن نتمنى برضو يعني إن مراكز الشباب بتاعتنا يبقى فيها بعض
الامكانيات ان شاء الله اللي ممكن تتوفر ليهم بشكل اكبر في بعض المناطق والمحافظات. نتمنى ذلك طبعا، واكيد الواحد يعني بيشكر الدكتور اشرف صبحي على الدور الكبير والفعال اللي بيقوم بيه في وزاره الشباب والرياضه، لكن نتمنى برضو ان تتوفر بعض الامكانيات لبعض اللعيبه اكيد يعني اللي هيكون ليهم مستقبل، واكيد برضو اللعبه دي يعني هتبقى في يوم من الايام هتتكتب باسم برضو بطله كبيره ويكون ليها يعني ان شاء الله شان في يوم من الايام وهي بسمه. احنا كده خلاص خلصنا معاكم النهارده حلقتنا وكمان اخبارنا، ان شاء الله بقى بكره معاكم اخبار جديده واحداث جديده ومختلفه معاكم، لكن في انبوكس الساعه 6:30. يلا بينا.